انت شرطي غبي كتير كتير وما بتقدر تجي لعندي. والله لا اجي واكسر لك راسك. ايه؟ يلا هي زيك، يلا هي جيتك، تعال لو بدي امسكك. بسم الله، هذا كيف قفز مثل هيك؟ بسرعه بسرعه بدي اهرب منه يا ويلي، هذا وقعت بمأزق. والله ما في تهرب، يلا هي انا جالس بتبع فيك، ولما امسكك راح احطك في مركز الشرطه. شو؟ يعني بدك توديني للسجن؟ لا لا مستحيل، انا ما بسمح بهذا الاشي، بدي اضلني هارب مثل هيك. يلا اسكت اسكت، يلا تعال لهون، خلاص ما تضل لك اي مكان تروح عليه الا السجن. يلا تعال لو والله لا كسر لك راسك. بسرعه بسرعه بدي اتخبى بهذا المكان يا رب هيك. ايوه قادر ادخل. ايه لا بعد بعد، خذ لك يا شرطي. ما في تدخل، ما تعال في تدخل. تعال تعال لهذا المكان يا ويلي، خليني اضربه الان. خذ لك يا يلا. ايوه اندب ومات. ايوه تخلصت منه. يلا بسرعه، ما بدي تشوفني كاميرات المراقبه، انا بدي ادخل يا ويلي في هذا المكان. هي والله ما انا قادر ادخل بالفتحه هذه، فلازم انا اكسر هذا المكان لانه مغلق، وطبعا بداخل هذا المنزل لانه يعني هذا المقر لنا لعائله السبوي، في بالداخل اشي سري انا حطه بهذا المكان، فضلني جاي مثل هيك وهيك. هاي هون مكتوب باك تو هوم، العوده الى المنزل. يلا 1 2 3. ايوه هين انتقلت، رجعت للمنزل تاعنا. طبعا المنزل تاعنا هو عباره عن كوكب، واول ما انتقلت له طلعوا هاي اجتني ادوات وشغلات كتير حلوه. خليني ادور على يا سلام كتير كتير. هي صوت صديقي، شكله صديقي موجود بالاعلى. يلا بدي اضلني اطلع الاعلى. هي يا صديقي يا واو 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 ياي. ايوه زي هيك بدي اطلع على القطار هذا، والله حلو كتير. هي الصوت جاي من تحت. هيني جاي. هي شو بتعمل يا صديقي، بتلعب بدوني؟ ايه مين انت؟ والله اول مرة بشوفك، ليكون انت جديد. شو جديد ما جديد، انا صديقك عشان لابس الدروع ما عرفتني يعني ولا ايش؟ والله ما عرفتك. ايوه هين الان عرفتك. هي تعال شوف، بنيت هون محطة قطارات حلوة كتير. بتعرف شغلة؟ اليوم كان الشرطي بطاردني وقتلته. واو والله بكره الشرطي هذا. كويس تعال نحكي في اركب اركب هون. يلا شو رايك؟ خلينا نشوف. نعم لانه احنا من عائلة السبوي، يعني احنا بنحب القطارات كتير كتير. وي يا سلام، شو هذا المكان؟ والله هذا مكان جديد، شو فيه هون؟ تعال نكتشف ايش في عندك. ما بدي اخذ الادوات هاي لوحدي، وبدي اغادر. السلام عليكم. هي ايش في؟ خلينا اشوف. ايه تي ان تي، والله تي ان تي هذا حلو، متفجرات، شو بتسوي فيه؟ ما بدي اخبرك، ما بدي، هي بدي احرقك. طلع ليش هاد الصوره هيك خربانه؟ ايه مش خربانه، انت مش شايف؟ هي حلوه، هي موجود فيها انا والفتاه. هي لا انا والفتاه، هذا انا. لا مش انت، هذا انا، انت ما بتشوف؟ طلع هذا انا والفتاه، اما هذا انت والفتاه. اوه خلص طيب كل واحد. يلا تعال بس، شو هاي المتفجرات هاي خطيره. تعال تعال انا بدي افرجيك ايش بدنا نسوي بهذه المتفجرات. اول اشي بدي اعطيك انا جناح الطيران هذا، هي واحد لك واحد لإلي، وبدي اعطيك هذه الولاعه اللي بتطلع النار. ايه ليش يا غبي يا حمار ليش ايه حرقتها والله بالغلط. خلص مو مشكلة انها انحرقت، انا معي كمان وحدة، تعال اتبعني خلينا نروح نفجر الكوكب البرتقالي ولا الاحمر ولا البنفسجي. اي واحد خلص، هذا شكله هذا الكوكب حلو كتير، شو رايك نفجر هذا ولا هذا؟ لا ما بدي، ما عجبني اللون البرتقالي لانه هيك لون النار، انا بدي اجي على هذا الكوكب وبدي افجره تفجير. هي والله شو هذا؟ طلع هاي الاشكال يما، هذا كوكب المهرج الشرير الشوكر. نعم تعال تعال، هاي هون صور دماء وشغلات مرعبة. تعال افرجيك شغلة، هيدا حط حبة تي ان تي وتعال داعس عليها. شوف شوف هيدا داع، ايه والله انفجرت حلوة كتير. نعم خليني اشوف كيف رح تتفجر الان. بوم يا سلام. طلع ايش الان بدي اسوي لك، بدي افرجيك شغلة. كتر كتر شوي شوي، خلص يلا احرقهم. لا 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 تحرقهم، استنى شوي هيدا احطهم بالكامل. خلص كترش كتير كتير، شوي شوي. يلا تعال خلينا بس هيك اجهز جناح الطيران تاعي. يلا اهرب اهرب شوي، اطلع لفوق بلاش تفوت. يلا شو راح يصير شو راح يصير؟ ما بعرف. بوم تفجر تفجير. يا سلام قلب واحد طلع عندي. طلع. نعم والله صارت الارض مبينه حلوه كتير. والله خزقناه تخزيق، اذا رجع المهرج الشرير وشاف ان الكوكب تاعه هيك تفجر راح يغضب على الاخر، وإشي بيكون مضحك. والله راح يكون معصب كتير. يلا عادي خلينا نكتر كمان تي ان تي ونعبي المكان، بدنا نحذف هذا الكوكب من الوجود. نعم يلا هي حطيت بالخارج كتير، وهي كمان بدي احط انا بالداخل اكتر واكتر، بس هي هذه المرة بدي اخليك انت تفجر مو انا. يا سلام والله نفسي اجرب افجر. يلا عبي عبي كتير كتير. طيب يلا هي عبيت على الاخر، خلص الان هيك بتفجروا الاماكن البعيده. خلص تعال هقول لك شغله، انا بدي اياك تيجي انت عند هذا المكان، وانا بدي بعد شوي تعال لعندي فوق. يلا خلينا اطلع. اوبا يلا اعطينا اعطينا الاذبحه. ايه صارت شتي راح تخرب. نعم ما بزبط تصير انفجارات بالمطر. يلا يا مطر روح.
اوه والله حلو كتير الحظ تبعنا. يلا اعطيني القداحة. يلا هي الولاعة وانا بدي اراقبك من الكوكب تاعنا. يلا استنى شوي، مش كنت انا بتذكر بحكي لك لا تلعب في الولاعة؟ نعم نعم، بس العب العب يا ولد، راح اختار صديقي وراح يموت صديقي لانه تي ان تي كبير. يلا ولع ولع والله حلوة. نعم. خلص يلا، بس كانوا يحكوا لا تلعب في القداحة، بلاش بيتك ينحرق. اي يا سلام، اختفى الكوكب عن الوجود بالكامل، واختفى كمان صديق عن الوجود. والله اشي ممتع وحلو كتير كتير. الان انا بدي اروح افجر الكوكب اللي بعده اللي هو الكوكب الاحمر هذا. يلا يا سلام، بدي اضلني جاي مثل هيك. هاي هوني موجود، شو هذا مثل السجن. يلا الان انا بدي اجيب التي ان تي وبدي بلش احط واحده هون وواحده هون. يلا وين الولاعه؟ هي نسيت الولاعه مع صديقي. طيب مو مشكله، بدي احط تي ان تي اكثر وبعديها اجيب. إيه؟ شو هذا؟ والله ريحه نار، مين اللي بحط هاي الشغلات والمتفجرات؟ إيه؟ ولا كسر هذا انت؟ السلام عليكم. يا ويلي بدي اضلني راجع الكوكب تاعي. تعال ولا تعال، والله الان بلحقك على الكوكب تبعك بفجر لك يا. تعال انت لازم تتعاقب. هي اسمع، بدي اخبرك شغله، في صديقي كان بحاول يفجر لك الكوكب بس انا قتلته. كذاب كذاب، انا شايفك انت كنت تضع تي ان تي. تعال خلي زوجتي تاكلك. زوجتك تاكلني؟ شو هذا انت؟ ليشك عندك عضلات مفتوله؟ لا لا راح اموت وع قلبين. امشي ولا امشي، زوجتي جيعانه كثير بدها تاكل. ما بضربك الان يعني. شو مفكر اذا عندك هيك عضلات كبيره انك اقوى مني؟ اكيد اقوى منك. طب خد لك هاي يلا انت تعال لهون، انت مشاكس والله لك كسر راسك. تعال. ايه يا سلام، شو هذا يا زوجي؟ جبت لي انت وجبه الغداء ولا العشاء؟ ايوه هاي وجبه الغداء تبعت الضخامه، جبت لك بشر عشان يكون مليء في البروتين. نعم شكرا لك كثير كثير. هي طلع انا صار جسمي اكبر منك لانه انا بتناول طعام اكثر منك. وقف بجنبي. انت دائما بتتدرب وبتتمرن. اسكت اسكت سوي تمارين. هي طلع انا اكبر منكم. هي والله انا صغير كثير. هي طلع شو في جناح صغير تبعه، خلينا ارمي هذا الجناح المقرف. هي اسمع اسمع يا زوجي، اطلع هذا الولد بيحكي انه اكبر منك واقوى منك، عم بحاول يتحداك يعني، ليش ما تتحداه وتكسر له راسه؟ شو اتحداه؟ هذا ولد صغير زي النملة قدامي. أسكت أسكت. طلع كيف انا كبير، طلعي وباجم على الاطفال. الاطفال مو كبير مو كبير، طلع هي انا اطول منك. اثبت اثبت شوي، انا اطول منك شايف. هي خذ لك هاي. والله انت اغبى. لا لا راح اموت. هي يا ويلي يا الله قلب واحد، والله لا تسوي مثل هيك. هي اسمع اسمع شغله، يعني هاي زوجتك حكت انه تسوي تحدي، ليش ما تتحداني وبنشوف مين الاقوى؟ شو اتحداك انت طفل صغير؟ شوف انا ما اقواني، بقتل هدول البشر في ضربتين. طب اطلع ما بتقدر حتى اقتلهم في 10 ضربات. طب اطلع اطلع عشان بتفكر انك هيك. هاي ضربه واحده فقط. هاي إيه؟ شوف كيفك. نعم. والله غشاش انت. مو غشاش، لا تستهين بقدراتي، يعني القوه مو بالحجم، القوه بالاداء. اطلع كيف مثلا طوم ضربه واحده بس. اوف والله هذا الشيطان الان راح يحكي لنا شو راح نسوي. يا شيطان شو رايك، بدك تتحداه؟ نعم والله هذا مبين عليه انه صغير ولكن مفعوله كبير، شفته عم بقتل الناس بضربه واحده، لهيك التحدي اليوم راح يكون ما بين هولك الاحمر وشو اسمك انت يا ولد. هاي اول اشي انا مو ولد، انا رجل وانا هو السبوي. يعني التحدي اليوم راح يكون ما بين هالك الاحمر والسبوي والاقوى. انا هو الشيطان ابليس، وانا اليوم بحكي شغله، بدي احكي شغله لملك الشياطين. ملك الشياطين ودي سبوي وهالك الاحمر لاقوى تحدي حتى هذا الولد الصغير ما يرجع ويفوز. ايه الهالك الاحمر؟ نعم نعم يا سيد الشيطان، يلا اضغط يا هالك على الزر وبعديها يا سبوي اضغط. يلا رح اضغط على هذا الزر، اعطيه تحدي صعب كتير علشان ما يقدر يسويه. يلا واحد اثنين ثلاث. يلا يضغط على الزر بيو انتقل. نعم انتقل، والان دورك انت لحتى تضغط. ماشي انا موافق، هدول بفكروا انه انا ضعيف. واحد اثنين ثلاثة. هيك انتقلت، وانت الان في تحدي ما بعرف ايش هو، بس على الاغلب اشوف تحدي لازم تبحث عن الزر. تحدي البحث عن الزر؟ يا ويلي يعني مين اللي بلاقي الزر اول هو بكون الفائز. على فكرة أيوة. انت غبي، لانه هذا التحدي ما بيحتاج للقوة والعضلات، يعني انا بستخدم قدرات العقلية وبلاقيه قبلك.
بس هذا بحتاج انك انت تكون عيونك قويات. يلا مكتوب بدك تبحث عن هذا الزر. يلا شكله هذا بيخدعونا، يعني هذا الزر مو الحقيقي، يمكن يكون في زر مخبى بهذا المكان. دور. هيو وجدته، هيو بوم انتقلت. يا سلام. كيفك؟ هاي 1-0. يلا. هاي انا فزت بالاول بالنقطه الاولى. يلا بدي ادور كويس. دور. يلا اني جالس بدور، والله حاسف هاي البركه. لا ما في اي شيء، بدك تبحث عن الزر. نعم يلا خلينا اطلع كويس، يمكن يكون مخبى. هاي ابتعد عني، كل واحد بدور بمكان. مثل هيك اطلع. والله صعب كتير، خلينا اشوف. حاسه هون، حاسه بالزاويه بس ما في اي اشي. اتوقع انه لازم يكون عند هذه الشجره، لانه هيك شجره كريسمس. هاي ايش رايك نتعاون مع بعض بهذه المرحله؟ خلص اول واحد بلاقيها، احنا هيك حكينا. طيب. بسرعه نمشي زي هيك، انا حاسس قريب. اندبيت والله، شكله على راس الشجره. لا هيني بطلع لقيته. بيني استناه. والله هي الكوماند بلوك، يعني هو اتوقع يكون بالداخل. وين بالداخل؟ ابعد يا غبي. انت حمار ولا ايش بتطير؟ خد لك هاي. يلا طيب. طب خد لك هاي وانقلع. يا ويلي. حمار خد لك هاي. والله غشك. توقف استنى شويه، خليني احاول الاقي الزير. والله حاسه هون، انا حاسه قريب. نعم هو على الشجره موجود، ولكن احنا يعني لازم نحدد مكانه بالضبط. والله هيني طلعت انا كمان لفوق، انزل عن تم هون، انزل لتحت. طيب احسن، اصلا اتوقع انه الزر موجود هيك بالاسفل. ما في شيء هون. ايه شكل الايتو، نعم الايتو. اضغط بي ويو. والله تعال اسمع، لازم اكون اطول شوي، تعال اضربني لحتى اكبسه. روح من هون، ما في. وينه خلينا اشوف. هيو وينه الزر؟ خبى، تعال اطلع من عند راسه. هيو شفته؟ والله هيو، بس بعيد كثير. نعم لازم ابعدك ابعد. يا ويلي راح تخليني اغضب. غبي انت على فكره، طلع اسويك باركور. استنى. ايوه بوم. خد لك هاي. انت عرفت لي كيف انا بدي اطلع. هاي المشكله هاي. خد لك هاي. طب استنى، انا اللي صعب صعب. ويلي بدك تخليني اغضب. استنى اسمع، انا بسوي بالاول بعدها انت ابعد شوي. لا 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 ما ابعد. طب يلا انت اول. ماشي يا انت، نضل نتقاتل هيك طوال الوقت انا وياك. لك انت غبي ولا ايش خليتني اسويه؟ هيني كبسته. يا الله والله غشيت، انا اللي لقيته يعني. بسم الله، خلينا احاول كمان مره. هذا الغشاش يعني سرقه، لانه جسمه اكبر مني فقدر هو انه يقفز هذا الباركور. هلا انا شو بسوي؟ يلا تعال هين، انا جالس ببحث في المرحله الثالثه. يا ويلي هو بالمرحله اللي بعديها. هي يلا، هي مكتوب هون السانتا، مرحله جليد. يا سلام. يا سلام يا حبيبي، شو هذا؟ والله هيني وجدته. استنى استنى، يمكن تكون كذاب. وينك؟ لا مش كذاب، خلينا نتخبى عند الزر. ايه تخبى عند الزر، هو اتوقع انه هو في هذا المكان. هيني لقيتك، هيني كبستها، فزت عليك. يا ويلي النتيجه 2-1، انت 2 وانا 1. طيب يلا، هاي مكتوب هذا برضه مرحله الكريسماس، بدي ادور على الزر. وينك يا زر؟ يلا وين الزر؟ اكيد الزر مخفي في هذا المكان، بس وين؟ في مكان سري حساس كثير. هي وجدته خدعتك. لحتى اطلع. خدعتك والله، غضبتني كثير. حسيت حالك جد وجدته. وينه ما وجدته. هاي وجدته خدعتك كمان مره. يا ويلي والله تكذب انت، خلينا ادور على البيت. هيو ولا كيدك بسوا. وينه شو بتخدعني كود؟ هيو بخدعك يا غبي، والله بتضحكني هيك وبتخليني اغضب. استنى شوي يا غبي، هاي وجدته اتوقع، والله بحكي جاد. وينه؟ هي انا اللي وجدته هيو، بس المشكله هذا الزر زر خشبي. هيو زر والله حجري. تعال افرجيك يا غبي، انت كنت عنده اصلا بس انت ما شفته. كذاب انت، والله ما بكذب يعني، بحلف لك ما بتصدقني. يلا بدي طيب ماشي خلص. 1-2 اللي بكذب. استنى شوي، وينه؟ هيني بدك تفكر. ايه والله كلامك صح، شو هذا؟ انا كنت شايفه وجبتك عليه مشكله. نعم يلا هينا انتهينا من التحدي، شكل الان لازم نضغط على هذا الزر. 1-2-3. ايه هين انتقلت، شو هذا المكان اللي جيته؟ هي هون مكتوب لوحة، النتيجة 2-2 لتحديد الفائز. بسم الله، هيني جيتك. يلا بدنا نتحارب. استنى شوي. نعم لانه انا وجدت زرين وانت وجدت زرين، ما قدرنا نحدد مين الفائز، فمكتوب على اللوحة هذه يجب القتال.
اوه قتال؟ هذا ليش اللي بحبه؟ انت قبل شوي كان التحدي ما بده قتال، بده عقل. اه والله بس بتعرف حتى انه انا صح انه عضلات صغيره ولكنها قويه، هي في داخل هذا الصندوق دروع بس ايه. اسكت، انت عندك قوه تحمل مثل عامل الزباله. ايه صراحه الاغراض تاعونك، هات الاغراض ولا هات لا للغوش. ما فيش، ما لكش دخل، يلا واجهني. بجيب لك ابليس بعدين، بجيب لك ابليس. جيب مين ما بدك، يلا خلص انا غشيت. اعطي الاغراض ولا اعطي الاغراض، بلاش انا الان اوسوس في اثنيك وقت. ممنوع الغوش بحكي، بسرعه انت لازم ترمي هاي الدروع على الارض. يلا هات، سامع شو بحكي لك؟ نعم نعم. يلا الآن بدي أفعل وضع الليل، يلا يا دنيا صير الليل بعد واحد اثنين ثلاثة. شو الهبل ها؟ صارت الدنيا ليل. هيا صارت ليل علشان التحدي يلا أقوى. بلشوا القتال بلشوا. يلا يلا تعال لهون يا ولد. خد لك هاي، خد لك هاي، بدي افرجيك انه انا اقوى منك في هذا البي بي بي. يلا انا الاقوى. يلا خد لك هاي. واي يا حبيبي، استراحه استراحه. ما في استراحه، ما في استراحه من مره. استراحه يا ولد. ما في استراحه، ممنوع الاستراحه. يلا تقاتلوا تقاتلوا. استراحه استراحه، بترجاك استراحه. بتخدعني انت، بتخدعني، بعرف انك بتقول لي استراحه لحتى بعديها تضربني. انا ما بالغبا هذا، بدي اثبت لك انه انا استراحه مشان الله استراحه. خلص استراحة، شو رأيك؟ ما في ما في، اللي بتوقع انه انا افوز اضغط لايك، واللي بتوقع انه هالك يفوز سوي اشتراك. يلا انت راح تخسر. يلا تعال لهون، يلا انا فايز عليك قلوبي فول. يا سلام، يلا الكل لازم الان يضغط لايك ويشترك بالقناة.